مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى مجمل هذه اللقاءات التي نجريها لكم عبر عدسة كاميرا قناة عدن الفضائية. ونحن هنا في هذه الكلية الرائدة المتميزة، كلية اللغات والترجمة جامعة عدن، فبرعاية كريمة من الاستاذ الدكتور خضر ناصر الأصور رئيس جامعة عدن، والاستاذ الدكتور جمال محمد احمد القعدني عميد كلية اللغات والترجمة، وباشراف للاتحاد العام للطلاب بجامعة عدن، ينظم المجلس الطلابي بكلية اللغات جامعة عدن حفل استقبال للطلاب المستجدين في هذه الكلية الرائدة التي تأسست هذه الكلية في عام 2013 وبدأ العمل فيها منذ عام 2015، وأصبحت في عام 2019 بقرار من رئيس الجامعة رقم 517/2019 بشأن تعديل مسمى كلية اللغات لتصبح كلية اللغات والترجمة. إذن هذه الكلية أيها السادة الكرام فيها يتم في التدريس والبحث العلمي والترجمة بواسطة كادر تعليمي من ذوي الخبرات والكفاءات، وباستخدام أيضا أحدث أساليب التدريس، وكذا أيضا توجد في الكلية قاعات دراسية مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات لتدريس من شاشات ذكية ونحوها وغير ذلك في هذه الكلية الرائدة المتميزة. إذن أيها السادة الكرام تعالوا بنا نتابع وإياكم ما جاء في فحوى هذه اللقاءات التي أجريناها لكم عبر عدسة كاميرا قناة عدن الفضائية، نتابع. لا طلاب الدفعة العاشرة من خريجي هذه الكلية، كلية اللغات، نحن اليوم في معية الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا الأستاذ الدكتور محمد عبد الله عقلان، وعمادة الكلية وعمداء الكليات التربية المدنية، وكل الحضر مدير ومدراء المراكز اللي متواجدين بينكم للترحيب بطلابنا المستجدين دفعة الرابع عشر، وأيضا لتوديع طلابنا أيضا الدفعة العاشرة. الرقم يعني يتناسب مع 14 أكتوبر الذي هي الذكرى أو يوم انطلقت الشرارة من جبال أدخان الشماع، قادتها الجبهة القومية وبقية الفصائل لتحرير جنوب اليمن حينها من المستعمر البريطاني، وتوجت أعمالهم، توجت تضحياتهم ونضالاتهم لمدة 4 سنوات في صراع مع المستعمر، في صراع مع القوى الاستعمارية آنذاك. يوم 30 نوفمبر وخروج آخر جندي بريطاني من عدن. اليوم نحن في هذا الشهر، شهر انتصارات، شهر نوفمبر، باسمكم جميعا نتقدم بأزكى التهاني والتبريكات لقيادتنا السياسية ممثلة بالمجلس القيادة الرئاسي بقيادة الرئيس الأستاذ الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وكافة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، بالإضافة إلى نتوجه أيضا بالتهاني والتبريكات إلى حكومتنا الرشيدة ممثلة برئيس وزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد، وكل أبناء الشعب اليمني، ونحن جزء من هذا الوطن الكبير، هذه أفراحنا وأعيادنا. ولكن نفس الآلية ونفس المكنة الاستعمارية الاستعلائية المسيطرة اليوم تدق منازل وبيوت غزة على ساكنيها، عدوان غاشم لم يشهد له العالم في التاريخ. عندما نشاهد يوميا أو كل لحظة صواريخ مستمرة، طائرات، بارجات على منطقة لا تتجاوز 12 كيلو في 72 كيلو، هذه عدوانية وحشية. نحن هنا من جامعة عدن وأبناء اليمن نقول الرحمة تصل إلى شهدائنا الأبرار، وندعو بالشفاء العاجل لجرحانا، ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل عليه.
نحن لا نملك إلا الدعاء. لو بأيدينا شيء آخر، لكن الظروف القوية التي تمر بها والوهن الذي أصاب كثير من شعوبنا، هذه القطرسة الأمريكية الإسرائيلية، اليوم نحن نعاني معهم يوميا على كل. لكن الشيء الجميل والجديد أنه أعادت القضية الفلسطينية من جديد، أعادتها إلى مسارها الصحيح. أطفالنا، أطفال أحفادنا يتغنوا بفلسطين، بالرغم أنها كان في خطط كثيرة لنسيانها، لكنها عادت بفضل الله. النصر قريب إن شاء الله. تحياتي لكل زملائنا الحفاظ على هذه الكلية، الكلية من الكليات الرائدة في جامعة عدن. اليوم اعتبر الأسبوع الثامن لدراسة طلابنا، وهذا شيء جميل. ونحن قلنا لزملائنا في أعضاء التدريس والموظفين أننا مع مطالبهم الاستحقاقية، لكننا لسنا معهم في طريقة الحصول عليها، وهي عملية الإضراب وحرمان طلابنا. الطالب يتأذى من الإضراب، لكن نحن معهم في وقفات احتجاجية، متابعات، رسائل، اللقاء بقيادة أي جهة أخرى ما عدا المساس بالعملية الدراسية، لأنه في الأقلب 32 ألف طالب وطالبة مقابل 2500 يتأذوا مع أسرهم. الشيء الجميل الآن الذي وصلنا خلال هذا اليومين هو الموافقة من وزارة التعليم العالي على إدخال التعليم المدمج ضمن دراستنا. أنا أعتقد أنه في كثير من الأمور ممكن تحل عبر هذا البرنامج، عبر هذا المسار، على اعتبار أنه ترسل المحاضرات للطلاب عبر الطرق اللي روها مناسبة ووصلها إليهم، وممكن تكون السمرات أو الامتحانات. بما الآن نحن نعكف على عملية قانونية مع شؤون الطلاب، كيف ممكن احتساب الساعات بالنسبة للتعليم المدمج، وهذا بيساعدنا كثير وبيخفف على طلابنا أيضا مشاق السفر ومواصلات وغيرها، وكذلك حتى الأساتذة. ونعرف من هو الأستاذ اللي ممكن يعني يؤدي دورة بمنهجية أكاديمية تفيد الطالب في عمله وفي دراسته، ويصبح مؤثر وعامل يعني أساسي في المجتمع. موفقين بإذن الله تعالى. طبعا أنا أشكر الدكتور جمال لأنه تعودنا أنه عملية الاستقبال تصاحبها بعض الأغاني الرقصات، ولكن الوضع فعلا 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 لا يحتمل بأن نفرح ونرقص وإخواننا في غزة يعانون ويكاملون. الشكر الجزيل للمجلس الطلابي في الكلية، الاتحاد الوطني، الاتحاد العام للطلاب في اليمن، الاتحاد العام للطلاب جامعة عدن على مستوى الجامعة بشكل عام لترتيبهم وتنسيقهم هذه الفعاليات. نحن قلنا دائما نريد قيادات فاعلة، سواء كان في العمل الطلابي في العمل النقابي. الأذية مليان، الواتس وغيرها مليان، لكن نحن نشتي قيادات، نشتي شباب، نشتي جيل نافع، نشتي جيل إيجابي. أما مسألة يعني التعطيل والتخريب فهي يعني موجودة في أي مكان. جميل جدا، وأشكر طبعا نشاط أبناء الطلاب في اتحاد طلاب جامعة المجالس الطلابية في الكليات، دور متميز لصالح العملية التعليمية. ندعو أيضا نقابتنا أيضا للتحلي أيضا بالمسؤولية واستمرار العملية التعليمية. شكرا جزيلا لكم دكتور جمال في كلية اللغات، استمراركم في العملية التعليمية. شكر جزيل لكل العاملين في هذه الكلية، في أساتذة، النواب العميد،
قسم التسجيل اللي هو أيضا بيعتبر الدينامو في هذه الكلية نشاطه ملحوظ على مستوى الجامعة. الشكر الجزيل للإعلاميين بشكل عام، إعلاميين وصحفيين دائما هم معنا، ونقول لهم ألف شكر طبعا. تحملكم أيضا يعني تنقل من موقع إلى آخر، ولكن هذه هي مسؤولية وطنية لتبصير الآخرين بأن الوطن لا زال بخير وإن شاء الله القادم أفضل. مشاهدينا معنا الأستاذ دكتور جمال محمد أحمد، عميد كلية اللغات والترجمة جامعة عدن. بداية مرحبا بك دكتور جمال. دكتور، وأنتم تقيمون هذا الحفل، حفل استقبال طلاب مستجدين للعام الجامعي 2023-2024، أهمية هذا الحفل وأيضا ما الذي يعني ستقدمه الجامعة الكلية بالذات كذلك أيضا وجامعة عدن لهؤلاء الطلاب المستجدين؟ طبعا كتغريد سنوي جامعة عدن تغيب سنويين حفل توديع الدفعة المتخرجة، ونحن اليوم نقيم حفل توديع للدفعة العاشرة برنامج اللغة الإنجليزية التجارية، وحفل استقبال للدفعة الرابعة عشر في بكالوريوس اللغة الإنجليزية التجارية، وهذا تغريد سنوي تقييم جامعة عدن في مختلف كليات جامعة عدن. هذا الحفل هو رسالة للطلاب الخريجين بأنكم كنتم خير طلاب، ونتمنى لكم التوفيق في مهامكم العملية، ورسالة أخرى للطلاب المستجدين نرحب بكم في رحاب جامعة عدن تحديدا كلية اللغات والترجمة. فمثل هكذا حفل يحتل أهمية كبيرة لتعريف الطلاب بنظم ولوائح الجامعات لكي يتأقلموا معها ويحاولوا تطبيقها ويتفادوا أي مخالفات جامعية، وأيضا حثهم على الاهتمام بالدراسة والعلم لأن مفتاح التطور الشخصي وأيضا التطور بالهوى العلم. دكتور محمد البدري، نائب الأمين لشؤون الطلاب، أهمية هذا اليوم لاستقبال هؤلاء الطلاب المستجدين؟ طبعا هذا يوم تقليد، نحن نحاول نعمل التقليد نستقبل الطلاب ونودع الطلاب الدفعة الماضية، وفيه نستعرض بعض النقاط في اللائحة حتى تساعد الطلاب في بداية العام يعرفوا أهم حقوق الطالب وواجبات الطالب والعقوبات التأديبية وما دي حتى يتفاداها من هذه الأمور. نتمنى لكم النجاح والتوفيق. شكرا جزيلا. معنا دكتور حافظ ميم سيف، مدرس في كلية اللغات والترجمة. أهمية هذا اليوم؟ والله هذا اليوم هو يعني احتفال تقليدي نقريه كل عام، الغرض منه هو استقبال الدفعة الجديدة، وهو تقليد تعريفهم يعني في أنظمة الكلية والجامعة والأشياء اللي عليهم الالتزام فيها والتي عليهم الابتعاد وتجنبها يعني في الجامعة. من التوفيق والنجاح. الله يحفظك، شكرا جزيلا. شكرا حضوركم. معنا ايضا احد طلاب هذه الكلية الرائدة المتميزة، كلية اللغات والترجمة جامعة عدن، اسمك؟ طالب اكرم النهدي، سنة ثاني ترجمة، عضو المجلس الطلابي، مسؤول الشؤون القانونية. الأكرم، إذا ما تحدثنا حول سيتم يعني حفل استقبال الطلاب المستجدين هنا في كلية اللغات والترجمة جامعة عدن، أهمية هذا الحفل وأهمية أيضا لهؤلاء الطلاب الدراسة فيها في هذه الكلية الرائدة كلية اللغات والترجمة جامعة عدن، الذي يسعى جاهدا الأستاذ الدكتور البروفيسور الأستاذ جمال محمد أحمد القعدني عميد الكلية، وأيضا رئاسة يعني الجامعة ممثلة بالأستاذ الدكتور الخضر ناصر رسور رئيس جامعة عدن، يعني حقيقة لما يبذلونه من جهود مضنية وذلك للنهوض الحقيقي بالتعليم الأكاديمي، ما أهمية كل ذلك؟ أهمية ذلك تسعى العمادة بشكل جاهد إلى إبراز مستوى الكلية إلى أفضل حال بإقامة الندوات العلمية مثلا اليوم العالمي للترجمة، وإقامة تحديث المساقات التعليمية كل فترة، أعتقد كل سنتين أو أربع سنوات، وتأتي أهمية تنظيم ذلك لاستقبال حفل الطلاب المستجدين لهذه السنة الذي يقام لأول مرة على مستوى الكلية عموما، وأيضا لا ننسى جهود المجلس الطلابي في إبراز جميع النشاطات والفعاليات التي تقام في الكلية، وأيضا لتوعية الطلاب المستجدين بحقوقهم وواجباتهم تجاه الكلية. لا ننسى أيضا الاتحاد العام لطلاب جامعة عدن، وهو المسؤول الكبير ذات تأثير كبير في
في في في في في خدمه الطلاب في وفي تحسين اوضاعهم وتوصيل رسالتهم واصواتهم الى عماده الكليه والى جامعه عدن بشكل عام. معنا ايضا الامين العام لاتحاد الطلاب المجلس الطلابي يعني الاتحاد العام لطلاب جامعه عدن، الاسم نجم النوبي. يعني أهمية الاتحاد الطلابي لجامعة عدن وأيضا اليوم الذي سيتم فيه افتتاح يعني حفل استقبال لهؤلاء الطلاب المستجدين. في البداية نشكركم على تغطية هذه الفعاليات في جامعة عدن، ونحن بدورنا كاتحاد طلاب جامعة عدن سعينا من أجل إقامة هذه الحفلات لاستقبال الطلاب المستجدين وفي جميع كليات جامعة عدن ابتداء من نسقنا لهذا الشيء، وابتدانا في كلية الصيدلة وكمان كلية الآداب، ويوم أمس كان لدينا حفل استقبال في كلية التمريض جامعة عدن، واليوم نحن نشارك في حفل استقبال كلية اللغات والترجمة في استقبال الدفعة 14، ونحن نسعى لأجل إقامة هذه الفعاليات لأنها تعتبر أهمية كبيرة للطلاب المستجدين، كونهم يعني نحن الهدف من هذا نعرفهم يعني إيش واجبات الطالب وإيش أنظمة الكلية ولوائح الكلية والتزامات الطالب، لأن هناك فرق ما بين مرحلة دراسة الثانوية وما بين دراسة الجامعة، فهناك ضوابط والتزامات يجب على الطالب معرفتها، وكذلك من أجل أن نحسس الطلاب بالانتماء ونستقبلهم بروح رحب معنا في صرحنا الجامعي. السلام عليكم. السلام. انت اسمك؟ علي اسماعيل. انت من الطلاب المستجدين؟ ايش من تخصص؟ بزنس انجلش. ليش يعني اخترت كلية اللغات والترجمة؟ لانه حقي الكارير انجليزي وكذا، فاميل الانجليزي كثير اخترت انجليزي. واتمنى النجاح يعني ان شاء الله ان تستفيد من هذه الكلية ان شاء الله. وايضا لكم يعني حقوق واجبات، وايضا الكلية عليها حقوق واجبات عليكم ايضا. اكيد. اذا نتمنى النجاح والتوفيق. ان شاء الله. شكرا جزيلا. ايضا ما زلنا معكم، اسمك؟ نبيل قاسم. انت من الطلاب المستجدين؟ سنه ثانيه. كيف الدراسه في هذه الكليه؟ افضل مما نتوقع، ما كنا نتوقع. ايش تقول للطلاب المستجدين الذين سوف يخوضون غمار هذه الدراسه في هذه الكليه الرائده المتميزه؟ كليه لغات كليه جميله جدا، وفرص عمل كثير في للمتخرجين. اذا نتمنى النجاح والتوفيق للجميع. أتمنى جزيلا. أنت لا سنة ثانية. تقول للطلاب المستجدين يعني انتبهوا على الاختبارات، انتبهوا على الامتحانات، واضبوا وطلوا زنبلة والحضور أكيد. آمين إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. أيضا ما زلنا متواصلين معكم، اسمك؟ عايش علي. تدرسي ولا مستجدة؟ لا مدرس. تدرسي؟ أيوة. سنة كم؟ سنة ثانية. ايش تقولي للطلاب المستجدين الذين سوف يبدأون غمار دراستهم الجديدة؟ والله نقول لهم يعني يدرسوا يجتهدوا ايوه وبالتوفيق ان شاء الله. اذا شكرا جدا. الله يشكرك. ايضا ما زلنا متواصلين، جديدة ولا مستجدة ولا تدرسين؟ ادرس. تدرسين؟ نعم. سنة كم؟ ثانية. طيب ايش تقولي للطلاب المستجدين؟ انهم يهتمون للدراسه ويجتهدوا اكثر واكثر، لان صراحه هذه الكليه بالذات تخصصات مرموقه وتستحق الواحد يعني يجتهد فيها، لان لها مستقبل جيد باذن الله. اذا شكرا جزيلا. شكرا. ايضا ما زلنا معكم مع طالبه مستجده، ليش اخترتي كليه اللغات والترجمه؟ كانت حلمي من زمان يعني فاخترت لان مجالي الانجليزي واحبه. ايوه وإن شاء الله تتوفقي وبالنجاح والتوفيق إن شاء الله، وأيضا أن تنهلوا العلم المعرفة من هنا من يعني كفاءات غير عادية حقيقة لمدرسين متميزين إن شاء الله، وكلنا نثق فيهم إن شاء الله، كلنا نثق فيهم إن شاء الله، ونطمح أن نحقق أشياء جميلة داخل الجامعة. شكرا جزيلا. عفوا. أيضا طالبة مستجدة، ليش اخترتي كلية اللغات؟ لأنه يعني من الكليات المتقدمة بالدراسة وفي بها مستقبل. ايوه في مستقبل. لغة العالم هي اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، يعني تقدري تتكلمي فيها كلغة أم. نعم بالفعل. وطموحك ماذا؟ يعني أسعى لشيء يعني كبير، إنه أكون مجتهدة، أبني نفسي بهذه الدراسة اللي أدرسها الآن إن شاء الله. أتمنى لك النجاح والتوفيق. إن شاء الله. شكرا لك. إن شاء الله. وأنت؟ برضه مستجدة. مستجدة؟ أيوه. يعني تتمني ايش؟
ان شاء الله النجاح، يعني نكمل جامعة على خير ان شاء الله. ان شاء الله توفقي ان شاء الله. وين قزل؟ كيف الدراسة هنا في الكلية؟ والله الحمد لله ماشي الحال. وكيف يعني ايش تقولي للطلاب المستجدين؟ ان شاء الله يبداوا من اول سنة باجتهاد ان شاء الله ومثابرة، وان شاء الله من نجاح الى نجاح، ونسأل الله التوفيق لهم إن شاء الله. إذن شكرا جزيلا. العفو. مشاهدينا الكرام، بهذه اللقاءات نكون قد اختتمنا وإياكم مجمل هذه اللقاءات التي أجريناها لكم عبر عدسة كاميرا قناة عدى الفضائية، وذلك في حفل استقبال الطلاب المستجدين لكلية اللغات والترجمة جامعة عدن وما عليهم من حقوق وواجبات، وأيضا كذلك أيضا للاهتمام الفعلي بالدراسة والنظم التي سوف يتخذونها من قبل كلية اللغات والترجمة وبكفاءة عالية من قبل هؤلاء الكادر التدريسي وقيادة الكلية والجامعة. إذن نتمنى التوفيق والنجاح للجميع حقيقة وللطلاب الذين يدرسون في هذه الكلية الرائدة، كلية اللغات والترجمة جامعة عدن، ولبقية طلاب الدارسين في رحاب جامعة عدن بمختلف كلياتها. ألقاكم على خير وعافية مشاهدينا الكرام في لقاءة قادمة، حتى ذلكم الحين لكم أطيب المنى والتحايا، وهذه تحايا طاقم العمل، ومني أنا روى عصمت، وفي أمان الله أستودعكم.